السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة لولا كيتشن. ما تنسوش لايك وشير للقناة، ما تنسوش تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ما تنسوش تعليقاتكم الجميلة، ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم. دلوقتي في لولا كيتشن هنعمل اسهل واسرع صينية بطاطس نعملها، البنات الصغيرين يعملوها، البنات اللي لسه متجوزين جديد يعملوها في اسرع وقت واسرع حاجه نعملها. هنعمل صينيه بطاطس وفرخه ورز. نيجي نشوف صينيه البطاطس عباره عن ايه. انا جايبه 4 بطاطسات مقطعاهم وغسلاهم وحطاهم اهم. دي المكونات اللي معانا، ومعانا بصل صغير، ومعانا فصين ثوم، ومعانا بصلة واحدة متقطعة دوائر كده شرائح، ومعلقة زبدة واحدة، وطبعا الملح والفلفل، والطماطم تقريبا 4 طماطمات كبار، وطبعا زيت. يلا بينا نقول بسم الله ونشوف ايه اللي معانا وهنعمل ايه. يلا بينا. بسم الله. هنجيب البطاطس، هنحطه، ده مغسول طبعا ومتقطع، هنحطه في الصينية، وهنحط معاه البصل الصغير اللي هو البيكلس ده الصغير مع فصين ثوم اهم، مع البصل الشرايح ده كمان هنحطه، لان البصل الصغير ده لما بيتحط بيبقى حلو جدا وبيدي طعم حلو قوي. وهنحط طبعا الملح اهو بس كده، وهنحط الفلفل، وهنحط معلقة الزبدة اهي، معلقة الزبدة اهي، معلقة واحدة مفيش غيرها، وهنحط شوية زيت صغيرين، شوية صغيرين خالص، وبعدين هنعصر الطماطم ونحطها كده. خلصت صينية البطاطس. ايه رأيكم؟ هنحط هنا الطماطم، هنحط شوية مية صغيرين في الخلاط اهي، نضربها في الخلاط في ثواني. خلاص كده هنصفيها في المصفى الزغنونة اللي انتوا عارفينها، المصفى الزغنونة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي يا حبايبي، عصرنا الطماطم وصفيناها عليها، وخلاص حطينا البطاطس مع البصل الصغير مع فصين 3 ثوم، مع بصلة واحدة متقطعة دوائر كده، مع معلقة زبدة واحدة، مع حبة زيت صغيرين جدا، مع ملح وفلفل الحدق طبعا اللي انت بتحدقيه، معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة فلفل، وعصرنا الطماطم وحطيناها. مش اكتر من كده، اسهل واسرع صينية بطاطس، ونشوفها بعد ما تخرج من الفرن. وبكده يا حبايبي اتحمرت صينية البطاطس في الفرن. تقدميها مع فراخ، تقدميها مع بط، تقدميها مع لحمة، اي حاجة. دي صينية البطاطس دي جنرال، فأي حاجة مستعجلة صينية البطاطس على طول. يلا نغرف ونشوف.
وزي ما انتوا شايفين لونها جميل، سواها تحفة. بصوا شوفوا ادي البصل الصغير اهو متحمر اهو، والسوا بتاعها دايبة دوب. بالهنا والعافية عليكم.